خلاص بالسلامه انت. شكرا. طريق السلام. شكرا، ربنا يخليك. هو ممكن يروح باعت ورادد والكلام ده. لا هيتحرق احيانا، في ناس ممكن ما تتحرقش، وعدى علينا ناس كتير قوي الكلام ده. بس بس خلاص بقى، زي ما بقول لك انت بتريحي دماغك بلوك وخلاص، مفيش اسهل من بلوك. طيب من وجهه نظرك شايف ان السوشيال ميديا الفتره الاخيره ساهمت في انتشار اجواء رمضان ولا لا العكس تماما؟ لا انا شايف ان رمضان زمان كان احسن واحلى بكتير في الاجواء. في ايه بقى؟ في الاجواء، في اللمه. يمكن يعني دلوقتي اسهل حاجه تعملي برودكاست مثلا للناس كل سنه وانتم طيبين وتبعتيها بقى للناس. كل زمان الناس كانت بتكلم بعض بتتكلم في التليفون، بتزور بعض، بتبقى عندك الناس بتبقى مستنيه التليفون يرن. لكن دلوقتي زي ما قلت لك السوشيال ميديا فعلا اثرت كتير على الاجواء دي. يعني انا شايف ان الناس ابتدت يعني ابتدت تفوق شويه للحته دي، ان انا فعلا السوشيال ميديا اثرت شويه بالسلب على الاجواء رمضان. فالدنيا يعني اتمنى ان شاء الله ان الدنيا ترجع تاني زي الاول، اجواء رمضان من 10 سنين مثلا او 6 7 سنين. الاجواء كانت احلى بكتير واحسن بكتير. في رمضان بتحب تخرج اكتر ولا تقعد في البيت؟ اقعد في البيت بصراحه. مش من هوايات يعني الخروج؟ لا ما بحبش اخرج كتير في رمضان، لان كده كده مفيش وقت كتير. يعني هو انت زي ما قلت لك هتخرجي على الفطار يا هتخرجي على السحور. ايوه هو فعلا مفيش خروج تاني. فانا بفضل القعده في البيت يعني بعد الفطار. اصل انا كده كده زي ما قلت لك احنا وقت تمرين ووقت ماتشات، فبنزل كده كده بعد الفطار مثلا بساعه ولا ساعتين على اليوم خلص. فبخلص تمرين بقى طبعا عشان ارجع. فبفضل القعده في البيت يعني في رمضان. من اللعيبه اللي بتحب تلعب وانت صايم ولا مش بتفضل الموضوع ده؟ لا ما عنديش مشكله يعني. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، ممكن العب وانا صايم عادي جدا. مش هتاثر بالنسبه لي. لا الموضوع عادي، العب وانا صايم عادي. وبعدين حارس المرمى ممكن يلعب وهو صايم في الماتش، ممكن ما تبذليش مجهود زي اللعيب، فما تحسيش باحساس التعب او العطش او الكلام ده. لكن اعتقد ان اللعيبه الموضوع بيبقى صعب. ممكن تتمرن؟ انت بتكلمي على التمرين. لا كمان. طبعا التمرين بعد الفطار افيد بكتير. قبل الفطار الموضوع صعب، ما بيبقاش كويس يعني. طب بتحب المطبخ بقى؟ علاقتك ايه بالمطبخ؟ بتعرف تطبخ؟ لا. ولا معتمد اعتماد كلي على مراتك وخلاص؟ شكرا. شكرا ما بعرفش اطبخ. لا خالص مستحيل. لو يعني قاعد في بيت لوحدك وما فيش اوبشن غير انك تطبخ. لا هطلب اكل. مش هطبخ. لا يا كابتن مش للدرجات والله يعني. ما بعرف يعني مثلا ممكن اعمل بيض مثلا. صعب جدا. بيض ومحروق. صعب جدا البيض ده، خدي بالك. ده صعب. بس ممكن اعمل هو البيض ممكن اعمله، بس ما بعرفش اعمل اي حاجه تانية يعني. طب ايه اكله ممكن تطلبها من مراتك تعملها لك في رمضان تحبها قوي؟ محشي. محشي. قولا واحد. واحدا. محشي. نستنى كلنا بناكل المحشي اصلا اول يوم. مصر كلها. وتاني يوم بقيت المحشي بتاع اول يوم معروفه. مصر كلها اول يوم المحشي ده معروف. ايوه. فالمحشي بالنسبه لي لا يعني لو عايز اكل اقول لها سلام تعملي لنا محشي. بس. اعملي محشي ومالكيش دعوه. كابتن انت صريح؟ صريح مع نفسك مع الناس بشكل عام ومع نفسك اهم؟ طبعا. مع نفسي يمكن انا مع نفسي صريح جدا يعني. انا ما ببقى مثلا في حاجه ممكن زي ما اجلد ذاتي كده. تجلد ذاتي. يعني ساعات تيجي على نفسك بكتر الصراحه. اوقات ببقى بالنسبه لي الموضوع لما ببقى في حاجه مضايقاني او انا عامل حاجه مضايقه حد او انا مش مركز او غلطان في حاجه. تفضل كده ساعه مع نفسك تفصل ساعة ايه؟ ممكن اقعد اليوم كله. Yeah. والله ممكن ابقى كئيب اليوم كله. احنا هنشوف الموضوع ده. ماشي. طيب الفقرة دي اسمها فقرة الصراحة. هسألك اسئلة كلها يعني المفروض الاجابة بتاعتها تكون منتهى الصراحة. ماشي.